باشمهندس محمود طاهر عايز يعني يرد في حاجه اتقالت. اتفضل باشمهندس محمود. مساء الخير. مساء الخير تاني يا سيف. معلش انا تحت امرك فندم. عشان متشوق ومتابع الحديث بينك وبين الاستاذ عماد. شرف لينا فندم. ربنا يخليك حبيبي. انا بس عايز اقول حاجه واحده. اذا كان انشقاق وجبهات مجلس اداره النادي الاهلي على مدار السنتين اللي فاتوا حققوا على ارض الواقع هذه الانجازات، فنتمنى ان نرى هذه الانشقاقات والاختلافات في جميع مجالس الانديه والاتحادات في الرياضه. ما تحقق على ارض الواقع من انجازات يا كابتن سيف اذا كان تحقق بانشقاقات زي ما بيقال، وزي ما الاستاذ عماد لسه قايل لك ده خرج باستقاله وده قال مش عارف ايه وده عمل ايه، اذا كان الانشقاق والاختلاف في الراي داخل مجالس الاداره يستطيع ان يحقق ما تحقق للنادي الاهلي في خلال السنتين اللي فاتوا، فمرحبا بهذه الانشقاقات. انا بس حبيت اعقب التعقيد ده. لا لازم حضرتك ولازم حضرتك معلش ترد على السؤال ده لان ده سؤال مهم جدا كنت بتكلم فيه مع الاستاذ عماد وحيد وهو الحقيقه رد عليا. دايما يا باشمهندس بيقولوا ان رئيس النادي من 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 سلطته القويه جدا هي السيطره على المجلس. انا كنت يعني شرفت ان انا اكون في مجلس مع المهندس حسين صبور وكان بيقوده يعني بيب من حديد وكان بيجيب مجموعته وبينجح بيها بالكامل. كابتن حسن حمدي كان بيبقى معاه مجموعته وكان بيبقى فيه اختلافات في الغرف المغلقه، ولكن كلهم برضو بيبقى عاملين حسابات ان المهندس ان كابتن حسن هو رئيس المجلس وهو اللي جايب مجموعه هو اللي هينجحها. حضرتك اما جبت مجموعه ونجحتها بالكامل، ودي كانت اعتقد من المرات قلائل داخل النادي الاهلي بانتخابات كاسحه، ليه حضرتك كانت مساحه الديمقراطيه عاليه جدا انها تعمل اختلاف؟ لانه هو ده اللي بيبني وما بيهدمش يا كابتن سيف. لانه الديمقراطيه يعني احنا بنسيء استخدام الالفاظ في حاجات كتير جدا. اولا الديمقراطيه داخل المجلس ما فيش مجلس بياخد قرار بالاجماع الا طبعا القرارات المفروغ منها، انما اي قرار طلع من مجلس اداره النادي الاهلي طلع باغلبيه 6-5 7-4 8-3 ايا كان. هل معنى ذلك ان الثلاثه دول اصبحوا منشقين واصبحت اراء مختلفه عن اراء المجلس؟ لا طبعا. وهو ده اللي بنقوله. وكان الكابتن صالح سليم دايما يقول هذا الكلام. يا جماعه اللي عارض القرار يطلع يدافع عنه زي ما يكون زي اللي اخذ القرار او اللي مؤيد للقرار. مظبوط. يبقى اذا ان احنا هو اللي اتغير المنظومه الوحيده اللي اتغيرت هي المنظومه الاعلاميه يا كابتن سيف. يعني زعلان انت من المنظومه الاعلاميه يا باشمهندس؟ لا طبعا ما فيش شك من 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 الاخبار والهجوم الغير مبرر اللي بيختلق وباكاذيب وامشي وراء اكذوبه وابتدي اتعامل معاها على انها واقع. صح. والاستاذ عماد لسه مدي لك امثله دلوقتي في هذا الموضوع. يعني انا النهارده ولما نقعد نتخانق ونضرب بعض جوه المجلس وناخد قرار، ما هو لازم هيطلع قرار في الاخر. مزبوط. اذا كان القرارات اللي اتخذت بناء على الديمقراطيه بهذا الشكل، فانا شايف ان احنا حققنا نجاح بالديمقراطيه وقد نكون ارسينا ارساء جديدا للديمقراطيه، ان احنا ممكن نختلف وممكن نتخانق انما في الاخر بنوصل للقرار اللي لمصلحه الكيان اللي كلنا بنختاره. اتمنى لك يا فندم ان شاء الله كل التوفيق وجمعيه عموميه ان شاء الله باذن الله يعني لصالح النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا المهندس أشكرك. محمود طاهر رئيس النادي الاهلي.